على حساب الدفاع الحسن الجديدي. الفريق العسكري متصدر الترتيب سجل الهدف الأول في الدقيقة 22 بواسطة صلاح الدين عقال، في حين أثار هدف يونس بالأخضر في الدقيقة 57 أثار احتجاجات على حكم الوسط والحكم المساعد، وتوقفت المباراة بعد ذلك 8 دقائق. وتمكن لاحقا زكريا حدراف من توقيع هدف الدفاع الجديد الوحيد في المباراة في الدقيقة 86.